ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا إياد ما تعذب حالك وتفتش علي، أنا بالمطار وراجع على لبنان. الله يوفقك بحياتك وانتبه على زينة. فلو عيني دق لي. الو، اهلين استاذ اياد، انا الدكتور رامي. وسام عندي هون بس فات الحمام، وبعد شوي طالعين نجيب جنى من المطار. في شي تاني حابب تعرفه؟ ما قال لك شيء؟ ما قال لك منين جايبهم؟ قال لي هودي من تعبه وبده ايانا نصرفهم على حالنا انا وياك. اكيد مال حرام. لا ما تقول هيك عن ابنك.
منين بده يجيبهم لكين؟ ملقوح بقطه ليل نهار، وإذا ظهر ما بيظهر إلا عند نبيل وزوزو. ما بعرف، عطاني هني وكان كتير مبسوط. قال لي هاو إلك والبي بتصرفون على حالكن، إذا ما أخذنيهن رح يزعل وأنا ما بدي أكسر له بخاطره. رح نخدهم لأنه عايزين كتير مصاري. تشوف وين بدي خبيهم، بس ما لازم نقول لحد عنه. يا ربي تبعد عنه ولاد الحرام. يا جماعة أنا تأخرت على شغلي ولازم أمشي. تينا حبيبتي إذا عزت مني شي حكيني. إيه مامي؟ حبيبتي أنا رايح عند المحامي، خليكي بوصلك بطريقي. أنت كمان ضاهر؟ والبنت ما تعتلوا همي ماما. اوكي حبيبي يلا هلا. ما تتعاملوا معي كأني بنت صغيرة. انت مفكرتيني من هارة، بس انا خلص وحياتكم قصة وخلصت من حياتي. برمت الصفحة ورح انسيها. طيب نديم يلا يلا انا تأخرت. يلا يا قلبي يلا خذي حمسي يا رجاي انا. باي حبيبتي. باي حبيبتي. دخلك وين محبسك؟ ضيعته من زمان. طب احكيني أول ما توصل الماما. أوكي. ما تنسى؟ لا في شيء؟ لا ما تنسى. أوكي. ومش بس مونوكرومات، مش بس أسود وأبيض، إنما كمان بألوان يعني مثل ما عم. نمت كتير ما هيك؟ قدي صار لك منايم؟ إيش من وقت ما رحت من هون. قلي رامي شو بدي أعمل؟ شو بده يصير بكرة؟ ما عم بقدر أفكر بشي، حاسس كل الدنيا مسكرة بوشي من وقت ما بلشت الحرب لهلأ. خلص يا زين، أنت ما في داعي توجع رأسك بهي الأمور. أنا رح أجيب أمك وأبوك لهون وأستأجر لكم بيت كلكم، مو بس هيك رح أفتح لك شغل أنت وبابا بتدبروا حالكم. تفتح لنا شغل؟ إيش أنت بقي معك مصاري تفتح لنا شغل؟ أكيد معي مصاري. شو مفكرني كنت عم بعمل بالغربة لك؟ أنا ما قصدي، بس إنه هذا تعبك، ليش هتحطه هيك علي أنا وأمك وأبوك؟ يا زين حبيبي أنا هلأ كل اللي بدي إياه أنكم تشتغلوا وتدبروا أموركم لحتى أقدر صفي راسي وفكر كيف بدي أسس مستقبلي من أول وجديد. أنا هلأ صرت مثلك، ما عندي لا بيت ولا شغل ولا شيء. لما أنتوا أموركم بتكون ظابطة أنا بفضل راسي وبعرف كيف أسس مستقبلي وأبدأ من جديد. أنا كل اللي بيهمني هلأ يا زان أن تكونوا أنتم مرتاحين، أنت وماما وبابا وبس. عن جد أخي ما بعرف كيف بدي كافيك. الله يوفقني لأقدر أعوض لك كل اللي عملته معي. وأنا متأكد من هذا الشيء. شو؟ ما بدك تقولي شيء؟ شو بدي أقول؟ هلأ ما بقدر أطلب منك لا تسمحني ولا ترضى علي، لأني مكسورة وخسرانة. بعرف أي شيء بدي أقوله جوابك رح يكون قاسي كتير، بس أنا منوتك إنك جيت تاخذني على البيت أحسن ما أحس حالي وحيدة كتير. أنت أختي، أنا ما بقدر أكون قاسي معك خصوصاً بهيك مواقف. كتير بشع يلي صار معي. بعرف، لأنه اللي صار معي أبشع.
يلا خلينا نروح على البيت. امك حضرت لك عشاء ومبسوطه برجوعك. عن جد كنت بفتكر انه هني كمان زعلانين مني. اصلا الماما ما بقى يهمها شيء ولا بيزعلها شيء الا صحتنا، فهادي يعمل لها مرض ما بيهمها شيء الا صحه ولاده. دخلك قلت له الأياد انك جايه؟ لا ما قلت له، سافرت بالسر. تلفن لي انا وعند رامي. رامي؟ ليش شو خصو؟ رحت لعند رامي لانه كنت متضايق شوي، فتلفن لي قد ما وقح. رد عليه رامي وقال له انا وياه رايحين نجيبك من المطار. طبش الخط وما حكي ولا كلمه. طيب هو ليه ما اجى؟ يكون قال له هيك بس يخوفه. رامي عنده مشاكل كتير هلا. الله يساعده. كنت بفتكر لما رامي يعرف اني جاية رح يركض يستقبلني بلا ما حدا يطلب منه. هيك كنت معودة يعمل على طول. تغير رامي كتير. يمكن تغير. أصلاً كلنا تغيرنا. عم قل لك فل من بعد ما هددني وسحب السلاح علي. عن جد؟ عزمني؟ طيب حبيبي أنا بس البوس بتلفن لك بتدلني على العنوان. مجد أنا عم بحكي معك عربي، لازم تلاقي لي حل. عمي ليش ما عم تفهم علي؟ اليوم خطبتي وانت بتعرف انه عملنا المستحيل لحتى قبلوا فيه أهلها. شلون بدك يعني جيب زينة من بيروت؟ أنا بنزل بجيبها. أبي ما انت بدك تطلب إيدها من أهلها. ايه والله مزبوط. ايه عمي والله ما بحب زعلك بس والله صعب كتير عمي. يعني هلا مرة بهالزمن طلبنا منكم خدمة ما بقى حدا منكم يعرف يخدمنا؟ مو قصة هيك يا عمي. والله مو قصة هيك. هات التليفون لقلك. ايه اياد حس ما فهمت انك مشغول كتير اليوم بدك تنزل على بيروت ما بتقدر تجيب زينه لعنا ما هيك؟ ايه محمود ايه هيك انا بوصل بالليل بس مو مأخر كتير. طيب انتوا جايين على نفس الاوتيل يعني؟ ايه نفسه. تمام بتجي بتلاقيني عم استناك بالاستقبال ولا تبعت لي سياره انا باخذ سياره سكارسا روحها رجعه. الحمد لله بفضل الله وفضلك صار معنا مصاري. ما بعرف شو بدي اقول لك. شكرا محمود. يلا انا شوي بمشي من هون. بتلاقيني ناطرك. والله اشتقنا لها هالصغيرة. بس ما قلت لي كأنكم رحتوا واجيتوا بسرعة. خير صاير معكم شيء؟ خلص بخبرك بس أوصل على بيروت. أنا هلا لازم أمشي لأنه تأخرت على المطار. توصل بالسلامة يا أخي. والله اشتقنا لها هالفصعون الصغيرة. إي والله سيك. ها؟ أهلا وسهلا. وهي انحلت. شو بدها الوالدة اليوم؟ الحمد لله. يا عمي وين كنت انت؟ كنت عايز مليون شغله رحت جبتهم. هالحلي رح تصرف كل المصريات اللي بعتهم فادي. مش هو قالنا صرفوهم كلهم؟ 100 شغله عايزها وما لها عين كلف وسام وجنى عم بيصرفوا كثير على البيت. يقبرني حبيب قلب امه هيك. يا ريت قبل يجي يتعشى معنا. ما تقلبيها هم هلا خلينا مبسوطين. ولك ادعي له ادعي له تا الله يحميه. مين قالك مش عم بدعي له؟ ليل نهار بصلي له لالله يحمينا اياه. فوت روح دب هالغراض اللي جايبهم روح هلا بيوصلوا الاولاد. يلا انا فايت. ايه حبيبتي زوزو انا صرت جاهز وفينا نروح على الموعد واشتريت تياب جديده مثل ما بدك وصباط جديد ورحت عند الحلاق وحلقت دقني
وشعراتي وكلني جديد، يعني مثل هاي الغنية كله جديد في جديد. يقصف عمرك شو مهضوم لما بدك. كيف ما كنت بحبك بجديد بالقديم، المهم إني بحبك. أنا كمان. دخلك رجع المنحوس ولا بعد؟ لا، بعد ما رجع المقبور على قلبه بدي فل قبل ما يرجع. هلأ المهم وين بلاقيك؟ شو بعمل؟ اسمع لقلك شو رح تعملي. رح تاخدي تاكسي وتطلع فيه، ولما تصيري بقلبه حكيني أنا بدلك وين أنا. جنى حبيبتي خلص يا أمي، خلص بكي، شكري ربك اللي عرفتيه على حقيقته قبل ما ترجعي تبتلي وتتجوزي مرة تانية. طلب مني فرصة تانية وعطيته إياها بعد كل شي عمله. كان عرسنا بعد جمعتين، حضرتني ست المعزيم وقيست الفستان وحضرت كل شي. ما تنقهري حبيبتي، منيح اللي اكتشفتيه على حقيقته بالوقت المناسب. يا بابا أنا مقهورة على حالي، مقهورة على السنين اللي عم تمرق بحياتي. تقدريني يا حبيبتي. حبيبي بكرة مع الوقت بتنسي، ما تعتلي هم. خلص خلص، قوم يا سابح، قوم قوم يا حبيبتي، قومي حضرتلك الأكل اللي بتحبيه، قومي تقبريني، قومي يا حبيبتي، قومي ماشي معها. يلا وسام، يلا حبيبتي. يا حبيبتي، لا أمك مش قولي شوي على الصندوق وأنا عم جيب كم غرض. إيه بالميني ماركت. إيه إيه بس بعد في ساعتين لثمانية ونص، شو بدي أعمل؟ لا لا حبيبتي عندي ثقة فيكي طبعاً. طيب أمري لله. لك شو عم تسألي؟ أنا بموت فيكي يا حلو يا بنتي قمر أنت. أوكي أوكي يلا باي حبيبي باي. أهلا وسهلا مدام، تفضلي. واو شو حلو. مرسي. عمهلك فادي عمهلك. مرسي. شو بيك؟ مش حلوين؟ بلا. شفت شو مغير انت بلا قلوسي ودقنك مخففة. انت كمان حلوة بلا هون شعرات. مرسي. كيسك. أنا بحب اللف. أنت بتحبي اللف؟ إيه. كيسك. الحمد لله على السلامة. أنا عم تلفن تقلك الحمد لله على سلامته خيك وسلامتك أنت كمان. الله يسلمك. شو رجعتي لهيئة؟ إيه رجعت. في إجي شق عليك وعلى خيك؟ إيه إذا بدك، يعني أنا ويزن هلا حاليا هون. يزن بعد شوي عنده مشوار وأنا جايني ناس، فإذا بتجي هلا بكون منيح. إذا بضايقكم وجودي خلص بلاها. لا 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 ما في مشكلة، إذا بدك تجي هلا ما في مشكلة أبدا. طيب ماشي، رح أطلب تاكسي مشوار طريق. هيا عمك محمود ليكو. ها
زنزوني اشتقت لك يا فصعوني. كيف؟ انا كمان اشتقت لك كثير كثير كثير. يقبرني مع احلاه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. زينة طاير عقلة انه رح تطلع لعندكم على الضيعة. جابتكم المطار كله هدايا. كريمة مثل ابوها. عن جد شكرا محمود. شكرا على شو؟ هي بتضل بنت اخي. يعني لحمي ودمي. بعدين كلياتهم فوق عم يستنوها. ناطف قلبهم لحتى يشوفوا. شو بابا؟ بتطلعي ترتاحي شوي ولا بتطلعي فورا عن الضيعة؟ لا لا بدي اطلع هلا. كثير اشتقت لهم. نحن في سيارة عم تستنانا برا، لازم نمشي. يلا عمو على القطار بسرعة. اتركني انا بسوق. باي بابي. باي. ديتي بعد بعد بعد. مرحبا نبيل. خير؟ ليه معصب هالقد؟ كنت فين يا مدام؟ تلفن لي فادي وقال بده يشوفني برا وطلب مني ابعت لك رسالة. خير ان شاء الله. هي رسالة مش حلوة، جربت اقنعه بس ما قبل يغير رأيه. ما تخلصي وتقولي لي قال لك ايه؟ قال انه قال هو أخذ كل المصريات وما بقى بده يقوم بعملية تانية لأنه هو صار يحب الحياة فجأة وما بقى بده يموت. أنت إيه اللي أنت بتقولي ده؟ أنت عارف اللي بتقولي ده معناه إيه؟ الناس اللي إحنا شغالين معاهم هيموتوني أنا، مش هسمع عندهم نكرة. أنا شو خصني؟ أنا عم بنقل الرسالة بس. ما خصك. بس عاملة لي هاني ومتشيكة ولابسالي على سنجة 10 ودلوقتي ما خصني ماليش دعوة. ماشي يا زوزو. كلمي بقى حبيب القلب وقولي له يوجب مزاجه بدل ما اخليه يجي زاحف على ايدي ورجلي. تمام؟ فادي نبيل كان هون وقال إذا ما بتجي رح يجيبك دبدبة. انتبه حبيبي. شو عم تعمل هون؟ شو كنتي منتظرة مني؟ أعرف إنك تركتي لندن وجيتي لهون وأنا هيك كمل حياتي بشكل طبيعي ولا كأنه صار شيء؟ هيك لازم يصير.
بس أنا ما فيني أعيش بدونك. بس أنا بدي أعيش بدونك. بتقدري؟ رح صير أقدر أكيد. لما كان عمري 19 سنة قدرت أخلص من العذاب والقرف اللي كنت عايشة فيه. كان عمري 19 سنة لا معي شهادات ولا وظيفة ولا مصاري ولا شيء. وليك وين صرت؟ معقول من بعد ما صرت دكتور قد الدنيا ومعي شهادات ومصاري ما أقدر؟ أكيد رح أقدر. رح أقدر أطلع من المصيبة اللي أنا فيها وكفي حياتي عن جديد. مصيبة؟ لهالدرجة شايفة إنه اللي صار مصيبة كبيرة؟ شو قولك أنت؟ شو بتسميه؟ فسر لي مثلاً، ما عم بفهم. ما فينا نحكي هون، خلينا نطلع لعندك نكمل حكي. بطل عندي سبيت هون. شو جاي تعملي هون لكان؟ جاي لعند رامي قلو الحمد لله على السلامة هو خيو. بتعرف لازم أطلع لأنه رامي مشغول لازم يمشي. جنى ليش هيك عم تحكي معي؟ شو نسيتي مين أنا؟ أنا إياد. آه والله؟ بعرف كتير منيح إنك إياد، بس إياد الجديد ما بعرفه أبداً. جنى أنا أخذت سويت هون، بقدر شوفك بعد ما تخلصي زيارتك لرامي. كرمال شو؟ ما بفتكر بقى في شي نحكي. أنا ما رح أطلب منك إنك ترجعي لي ولا حتى ترضي عني. بس خلينا نفترق بسلام. إذا مو مشاني، مشان البنت الصغيرة اللي بتعتبرك مثل أمها، خلي ما رح فينا تكفي حياتها من دونك. وينها هلأ؟ بعد طلع عند أهلي عطيعة. إجا محمود من شوي وأخذها لهونيك. كثير بتحبهم، بتحب تشوفهم. حبيبتي هالبنت ما أطيبة. حبيبتي شو حنوني، شو حلو الحب الصادق يا إياد. بيكشوف كل الناس على حقيقتها. قدي طلعت عيلتك لذيذة، وقدي طلعت أنت اللي غلطان بحقهم كل هالسنين. شايفة؟ أكيد. لو ما هيك ما قبلت بعد زينة مع محمود لحاله على الضيعة. محمود اللي كل عمرك تقول عنه مجرم. الحقد بيغير الحقايق إياد. وأوقات التشبث والعنايات بخلينا ننعمي عن حقيقة التانيين. تبع حالك بليز. شو عن در زمانك مبسوط؟ طبعا مبسوط. دخيلك تعي عبلة، تعي هاتي بوسه، تعي. امي عليكم. شو عذبتونا. ان شاء الله ما بتعدم هالتفتيله يا جملو. باين عليكي انت الخطيبه مو بنتي. لو مش هالقد شروف، هلا بصدق حالي. لا تقبريني، صدقي صدقي. وهذا الطوق منين فالصو؟ انه نص على نص بس مغطس. ها؟ أنا فكرت والله أنك بعتي شايفة الأرض يلي خربت لنا بيتنا. سامية أعطينا زلغوطة من عندك. إيه مو على عيني. وحدة تانية. نكاية بالعيدة وحدة ثالثة. دخلكن وين محمود؟ محمود نزل على الأوتيل على بيروت يجيب زينة. رجع بسرعة، الظاهر استجد شغل جديد لإياد هون. إيه وإنتي جملو؟ وين عمومتها للبنت؟ بعدهم حرداني؟
دخيلك بلا هالسيرة، خلينا مبسوطين. لك انا اعطيني قويها من عندك. ايه ويها يا زهرة يا حبيبة امك. ايه ايه ويها وبخطبتك العيلة التمت. ايه ايه ويها يا حلوة الحلوين. ايه ايه ويها لشمك وع قلبي ضمك. لا 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 ان شاء الله ما تاخرت عليكم حبيبي. لا جنى، الف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انا بعتذر، عندي مشوار شغل ومضطر اطلع. الله معك، بس انا كنت حابه اطمن عليك. يلا بالاذن. معك. الله معك. مفع حبيبي معي. بتشربي قهوه؟ بتمنى اذا عندك وقت. ايه اكيد، تفضلي. ولا ممكن؟ لا خلص، بس انا لسه ما طلبت شيء لحتى تقولي لي ايه او لا. ايه وانا مش عم بقولهم لك، انا عم بقولهم لحالي. انا ما بقى بدي اشوفك، انا مش لازم بقى اشوفك. انا رجعت من عندك كنت محطمه ومنهاره، رجعت لقيت اهلي متصالحين، انبسطت كثير، حسيت انه مشكلتي الكبيره معك وحب المستحيل لك رجع رجعهم مع بعضهم عن جديد. من بعد ما اهلي كانوا مفترقين كل هالعمر رجعوا اجتمعوا على مصيبتي، هالشي كتير بسطني. منيح، على القليلة في شي حلو عملت لك يا بحياتك. أكيد أنا تعلمت منك أشياء كتير حلوة، عشت معك قصة غريبة، عشت شغف كبير، عشت غرام. يمكن ما أرجع أعيشه بحياتي بقى. مش مهم، الغرام فيك غرام بياخد العقل بس بيقتل صاحبه وبيدمره كمان. أنا ما بقى بدي أتدمر بحياتي. يعني ما بقى بدك تشوفيني؟ لا خلص، ما بقى بدي أشوفك لحتى ما أضعف. أنا رح سافر، رح سافر وكفي رأس برا. بابا قال لي إنه فيي روح أعمل ويركشوب مطرح ما أنا بدي. أنا بنقي البلد، أخذت تعويضه لحتى يسافرني. حرام، أخذ تعويضه كرمال يهربك مني. ديش هو بيكرهني؟ أنا أب وبعرف منيح شو إحساس الأب تجاه الشخص اللي أزاله بنته. أنا صار لازم أسكر، عندي أشياء كتير مهمة أعملها بحياتي. تبيع حالك. Good luck. حرام إياد، عن جد أنا ما بحسد على وضعه. هو اللي عمل بحاله هيك. أنا خسرت كتير لما رجعت أعطيته فرصة، خسرت خيي
وخسرت احترامك. ايه اوعى تفكر الحكي اللي سمعته منك قليل، بس كان معك حق. انا استسلمت وعطيته فرصه لاظبط حياتي، بس فشلت. انا مش من نوع النسوان اللي فيني يكون كل يوم مع رجال. انا 7 سنين مع اياد هن اللي خلوني اعطيه فرصه جديده. واضح إنه زيارتي زعجتك. لا ابدا بالعكس، بس عم بسمعك ومو قادر اقول شيء، لانه اللي عم بسمعه كتير صعب، بس انا كنت متوقع من زمان. كنت شايف انه بدنا نوصل لهي المرحله. يمكن صاحبتك. أنا لازم أمشي. لا لا لا، ما في مشكلة، خليكي قاعدة، ما في مشكلة أبدا. هاي حبيبي. هاي. تمام؟ تمام. أنتي؟ أوبس، سوري، ما كنت عارفة عندك حدا. لا أنا كنت ماشي. شو بك حبيبة؟ ليه زعلان؟ بونسوار. بدي تاكسي بليز. في تاكسي جاهزة برا إذا بتحبي. ميرسي. ويلكم. معقولة أنت نديم كل الطريق ساكيت؟ قلت لي بدي أشتري لك فستان أبيض، فستان أبيض واشترينا، وشعري رحت زبطته، وعزمتني على أساس على العشاء، بتجي بتجيبني على البيت؟ في أفهم شو في؟ وحياتك لو بعرف كنت قلت لي، ما بعرف.
أهلين إياد. محمود وين صرتوا؟ وصلتوا ولا لسه؟ لا لسه ما وصلت، بدي شي ربع ساعة أوصل على البيت. شو في؟ طيب أنا رح أطلع نام عندكم. معقول يا زلمي؟ معقول عم تخاف على بنتك؟ ما بنتك هي بنتي شبه؟ لك لا لا أكيد مالي خايف على زينة، طبعا مالي خايف عليها، بس أنا جاي عبالي إجي أقضي عندكم كم يوم، هيك حاب ريح شوي. تستقبلوني؟ يا أهلا وسهلا، بتنوي البيت بيتك. الله معك. خدي زيزي هول مصاري، روحي دبري حالك واشتغلي برا. بما دم انا استهول روحي هيدا ما بي مطرح هون شغل، انا هبك هون هيدا شغل. لك يا زيزي يا كمين. الله زيزي وانا كمان بحبك حبيبتي، بس انا طايره رايحه. وين رايحه انت؟ خلص زيزي شو لوين رايحه، يلا تعي تعودعك قد ما ولك قد ما دام في هيدا واسع واحد كبيره، هيدا في ذهبي هيدا بدك تاخذيه. يلا خذي اللي بدك اياه، يلا بس روحي. بوسيني مدام، يلا يلا مع السلامه. خلص روحي. باي مدام. اي فادي حبيبي، بدي شي ساعتين تضبضب الغراض المهمه. ايه ما تعطى الهم. انا قاعد بالقهوه هون حد البيت، مش رح فل من هون ناطرك. بس اجى على البيت قبل ما انت تظهري وحسيت بده يعمل مشاكل دقيلي لحظه بصير عندك. شو استاذ رامي؟ هيك بك ضل ساكت؟ ليال، إذا بطلب منك إنك تروحي وتتركيني لحالي بتزعلي كتير؟ لا ليه بدي أزعل؟ مش أحسن ما أقعد بوجهك وأنت هيك باري مخلقتك علي؟ باي. سوري أنا بعتذر.
احكي مع حالي ونسي الندم يا ريت ترجع دموعي تضم ونسي الالم يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زمان يا شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا كسر قلبي مثل الايام صعب العمالي ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته مثل الايام أنا وأنت بقلبك محلي وجوه قلبي أنت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحي يرجع ويشوف عيونك يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي حبيبي والأصعب كمل حياتي